إخواني أخواتي متتبعو قناة نوستالجيا تي في، السلام عليكم ورحمة الله. الآن غادي نشوفو الإصلاحات اللي كتدار في حديقة سيدي حمدا بركان في حوت شراها. كما كنشوفو كازو جديد عاد كيغرسوه، نديرو ليه مزال من هنا كتجيو محطة الطاكسيات. زيدو هنا، هذا كانو خدموه قديم، الكازا هو راه نبت. مناظر جميلة جهة واد شراعة. نزيد نقربو شوية جهة المقبرة سي حمدا بركان. ها القروة فين محطوطة، جاب هداك الكازون الجديد باش نغرسوه، يبيه بالسميدة ديالو الظهر. ايه كيبان الصور الجديد إذا على سيدي حمدا بركان. هاد الجهة اللي كنشوفو من فاس قرص تعاد جديد، عاد راهم كيديرو الكازو. الجهة القديمة من جهة الطريق، هاهو الكازو عاد جديد كيسقيوه. اليوم راه شبع الشتا ان شاء الله. قنطرة صغيرة، تجهو جهة واد شراعة، شوفوا الإصلاحات اللي تمات بعد تنظيفه. ها هو هادي الجهة اللي كانت خدمة قديمة، الغازو قديم نابت. هاد التصويرة الكازو تبارك الله، خصو يزيد يكبر باش يصلحو يتشد ويجي رائع. زيدو هنا قربناها كتشوفو السور اللي دايرين بين المنتزه هو تشراعة. يعني منتزه سيد حمدا بركان، منتزه بمعنى الكلمة، يعني لنقى العناية المتواصلة والحفاظ على الغازو اللي فيه، وخصو السلامة سولا سيكيريتي يكون فيه الأمن الخاص. نشوفو واد شراعة لما نقاوه. يعني نقدرو نستغلو دفة نهر واد شراعة، دفة واد شراعة، يعني باش يكونو هنا مناظر جميلة، ويكون فيها منتزه بحال هذا بالكراسة، ويكون متنفس لساكنة المدينة.
بالنسبة للغة الجهة الأخرى. وشكرا لكم.